الانتصارات لا في وقت الانكسار والتراجع والإحباط. هذا هو ما يميز المدرب الجيد. لأن كثير من المدربين يرمون التهم، يرمون في الإخفاق، يقول لك والله يا أخي اللاعب ما كان. لا، الرجل الشجاع القائد هو من يتحمل مسؤولية لاعبيه. هذا انطلاقة الآن، كرة في المكان السليم، سيرجي روبرتو، جميلة جميلة جميلة، برشلونة ينطلق الآن في وضعية